بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أشكر السيد النائب، ذكر بدقة أنه الآن مو وقت مثل هكذا قرار. احنا الحقيقة بالعراق كثير من الأمور اللي شفناها على مدى هاي السنوات وبشكل خاص من 2003 صعودا يعني كانت ما بيها نظرة استراتيجية، طيب، ولذلك سببت أزمات ومشاكل. والآن احنا نريد نخلص من الأزمات الموجودة، ما نريد نزيد أزمة جديدة. يعني هذا قانون ثار أزمة؟ سيثير أزمة وفق الأرقام والإحصاءات اللي أذكرها، إذا ممكن تنطيني فد وقت. تفضل وضح لي. أنا طبعا ما رح أدافع عن حق التدريسي، وهو هذا حق مكتسب. أدافع عن حق الوطن. بالتعليم العالي يفترض دائما ومع الجانب الحكومي والجانب التشريعي أن نفكر بالبناء.